بدينا بمرحلة العزف الجماعي، وهم كانوا فد عالم فضاء جديد مستغربين من عنده. إلى أن تأقلموا أكثر، بدينا في بداية الأمر بتمارين جدا بسيطة، مرة أغاني شعبية، مرة أغاني عيد ميلاد، مرة أغاني من الميثويدات أو التمارين البسيطة، إلى أن لا أتطور الأداء بشكل يعني متسارع والحمد لله. بدينا نختار قطع عالمية، بدينا نختار قطع بها توزيع أكثر، بدينا نختار قطع بها دايناميك. أنا سابقاً وأنا طفلة أحب إنه الموسيقى، أحب إنه أعزف موسيقى، أحب يعني أحب آلات، أحب هواي، أحب هاي الأمور. فحققت هذا الحلم اللي كان، ودخلت ويا أوركسترا شباب، وحالياً أنا عازفة تشيلو. انضمامي كلش حلو بالنسبة لي، وشي كلش عظيم بالنسبة لي وجودي ويا الأساتذة ويا إخواني الطلاب اللي هنا. وجود حلو يعني يحسسني إنه أنا عايشة بأمان، عايشة بحياة حلوة يعني. حتى نكون أوركسترا ومجموعة كاملة، تنقصنا آلات الهوائية البراسات بصورة عامة، تنقصنا الآلات الهوائية الخشبية الباقية مثل الأوبو والباغوت، تنقصنا هواي آلات. هذا جاي نعمل عليه وبشكل متواصل، وإن شاء الله بالقريب والقريب العاجل يعني يكون هذا متوفر وموجود، حتى تكون عندنا فرقة أوركسترا كاملة.